حال بعض الشبان في البلدة الذين تأثروا بنيران الأسد المجرمة. الله يعطيك العافية، الله يعافيك يا رب. حكينا شوي على وضعك الطبي، وضع إيدك شلون صار فيها هيك. هلا انا من شي سنة ونص انضميت للجيش الحر، وكنا باشتباك مع قوات النظام وحزب الله. كنت عم غطي لرفقاتي، عم ضربونا حشوة أربجة وتصاوبت بإيدي أنا وزملائي. ما يعني ضربوك حشوة ضليت صحيان؟ لا، هل تمت شي 5 دقايق غايب عن وعي، بما انه الضربة ما كنا اجي. في رفقاتي في منهم استشهدوا، وانا في 2 استشهدوا يعني وثلاثة نفدنا. لو في صعوبة بسحبك أخذوك على المشفى؟ ايه، يوميتها في صعوبة شوي، بما انه هذين كانوا 2 مستشهدين وثلاثة جرحى، انا من بيناتهم. ايه، بس الحمد لله رفقاتي 2 التانيات كمان ضرباتهم خفيفة مثلي، بس الشابين اللي معنا استشهدوا. طيب الوضع وقت أخذوك على المشفى شلون كان وضع المشفى؟ شلون يعني عاملوك الأطباء؟ هلا معاملة الأطباء كتير منيحة، بس الدواء ما في، دواء ما في، بما أنه المنطقة الجنوبية محاصرة ما في لا أدوية لا، ما في شيء، ما في شيء. بالمرة المشفى الميداني بالمرة ما فيها شيء. هلا أنت ما عم تقدر تمسك سلاح، سلاح لا، بس إن شاء الله قال لي الدكتور شي شهر وبطيب، وبإذن الله بس للطيب بدي أرجع أحمل سلاح. مالك حاسس هلأ شي ناقصك؟ انه هلا ايدك انت كنت كل يوم تربط مع الشباب على الجبهة، هلأ ما في ربط. هلا ما في. هلا انا شوفت عينك، الشباب بيكونوا هلا رابطين، انا بجي لعندهم كلهم بطمن عليهم، لانه يعني لازم نسقط النظام باذن الله، ساقط هو باذن واحد احو ان شاء ان شاء الله. الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب.